ومن المسائل لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم؟ قال بعضهم لأن الله أكرم هذه الأمة فيه بعشرة أشياء، وهذا ليس عليه حديث صحيح. وقيل لأن الله عز وجل أكرم فيه عشرة من الأنبياء بكرامات، وهذا ليس عليه حديث صحيح. إذن لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم الصحيح؟ لأنه واقع في اليوم العاشر من شهر الله المحرم.